فعلها الرئيس الروسي وفجر قنبلة من العيار الثقيل. لم يتوقع الروس ما أعلنه بوتين بشأن دعم خطوات عملية انضمام المقاطعات الانفصالية إلى روسيا في تحدي الغرب والعالم بأسره بعدم تخليه عن الموالين لروسيا في الأقاليم الأربعة. نعول على عدم تخلي بوتين عنا، إنه الأب القائد. الاستفتاء سيمنحنا الأمل بمستقبل أفضل. الرأي العام إيجابي حول الاستفتاء ويقارب 100%. أعلنت سلطات الانفصاليين في مقاطعة دانيتسك إجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا ابتداء من 23 حتى 27 من الشهر الجاري، يتم فيه التصويت في مدن وبلدات عديدة من الإقليم في وقت ارتفعت فيه وتيرة القصف الأوكراني على مدينة دانيتسك. تبدأ اللجان الانتخابية بالتنقل بين الشقق من 23 إلى 25 من الشهر الجاري لتقليص أعداد الناخبين في مراكز الاقتراع لكي لا يشكلوا حشودا كبيرة تتعرض للخطر في المراكز. أعتقد أن هذه الخطة ستقلص الاكتظاظ للناخبين الذي يعرضهم لخطر القصف حيث تقصف المدينة بشكل يومي. تعتبر المناطق التي سيطر عليها الانفصاليون بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مثل ماريوبل وفولنافاخا أكثر تبايناً بخصوص رغبة المواطنين بالمشاركة في الاستفتاء من عدمها. شريحة كبيرة من المجتمعات في مقاطعات الانفصاليين انتظرت هذا الاستفتاء من أجل الانضمام إلى روسيا، لكن فئة قليلة من هذه المجتمعات باتت قلقة من هذه الخطوة بعد أن اعتادت على أيام طويلة من الارتباط بالقوانين الأوكرانية. لقناتي العربية والحدث رائد الأخبار دانيتسك.